يتخذ عدد من النواب تدابير أمنية في ضوء معطيات وردتهم عن ضرورة الانتباه في المرحلة المقبلة. تتحضر مجموعة من المستثمرين اللبنانيين العاملين خارج لبنان للدخول في القطاع المصرفي شراء لمصارف قائمة أو إنشاء لجديدة. تبين أن عدداً من السرقات في أحياء بيروتية يقوم بها متعاطون للمخدرات يلجؤون إلى السرقة لتأمين الأموال لشراء المواد التي يتعاطونها.